طبعا مجموعه اصحاب نلعب مع بعض بقالنا اكتر من 10 سنين كلنا تقريبا كنا مع بعض في فرقه جامعه ومدرسه فنعرف بعض عن طريق الجامعه. طموحنا طبعا ان احنا ناخد البطوله، احنا اول مره نشارك مع بعض في بطوله حداشرات وعندنا امل كبير ان احنا ان شاء الله نكسب بطوله. تمام، البطوله في حد كان بارز في البطوله مثلا انت شايفه كان بيلعب كويس حد عينك عليه؟ قول لنا برضو عن الاجواء في البطوله. طبعا احنا عندنا مروان هشام هو الام في بي في البطوله، هو نجم البطوله. مروان يعني اكتر لعيب جاب اجوان في البطوله ومن اكتر اللعيبه اللي جابوا اسيستات. مروان طبعا من اهم النقط عندنا في الملعب، وهو بالنسبه لي هو النجم البطوله الاول. يعني اتكلمنا برضو ازاي جمعت الفريق او ازاي الفريق بتاعكم ضم وايه اللي انتوا عايزين توصلوا له الفتره الجايه في البطوله وايه طموحكم بصفه عامه؟ والله احنا طبعا اول ماتش كنا لسه في الاول، اول مره نلعب مع بعض كمجموعه، فكان تحسن بشكل تدريجي، والحمد لله مع كل ماتش ادائنا اتحسن وتعرفنا على بعض اكتر في الملعب، وده طبعا باب عن طريق النتائج. فاحنا الحمد لله يعني المستوى بتاعنا من اول ماتش لغايه اخر ماتش في تحسن مستمر، وان شاء الله النهارده في السيمي فاينل نقدر ان احنا نكسب ونوصل للفاينل. هتلعبوا فرقه مين؟ هنلعب فريق الفوكسز، الفريق اللي طلع في المركز الثاني في مجموعه الايست. تمام، اخر بقى سؤال عايزين تختم لنا كده، تقول لنا مين اللاعب اللي نفسك تبقى زيه في الفتره القادمه، يعني لعيب مصري. لعيب مصري والله طبعا يعني لعيب مصري ممكن مثلا نقول ابو تريكه مثلا.